رح نعمل اليوم برغل البندورة. المقادير: بصلة مفرومة ناعمة، بندورة مفرومة ناعمة، ونص كاسة برغل، ومعلقة دبس البندورة، ومكعب ماجي. أول شي رح أقلي البصلة بمعلقة زيت، وبعدين رح ضيف البندورة. بعد ما قليت البصلة والبندورة رح ضيف معلقة دبس البندورة. رح ضيف كاستين مي لكل كاسة برغل، منضيف كاستين مي، وبس تغلي المي رح ضيف كاسة البرغل. غليت المي رح ضيف مكعب الماجي، وبعدين احط كاسة البرغل. خبركم انه اذا نشفت المي عن البرغل وكان البرغل لسه قاسي، منضيف نص مية مي سخنة عليهم لحتى تستوي الطبخة.